بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس اختصهم الله لنفسه. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ومرة أخرى من ساحة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بميت بشار مركز بني القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ خالد ممدوح. ندعو الله له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
واختلاف الليل والنهار إلى آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله الذين يذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا توفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا ربنا وكفر عما سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إنك لا تخلف الميعاد.
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله
والله عنده حسن الثواب وقاتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتي ولأدخلنهم جنات لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله
خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا خاشعين لله خاشعين لله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا
الصابر ورابط واتقوا الله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمد بشار مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ خالد ممدوح. ونقلناها لكم على الهندسة الكهربية والإذاعات الخارجية وكبرى مخازن الفراشة الذهبية إدارة محمد عبد الحميد درويش المقيم بمد بشار. خدمة النت العالمية إدارة المهندس ناصر صلاح المقيم بالزقازير. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.